في لعيبه يعني ديسابوينتمنت، في لعيبه ما عملوش الا بتاع، لكن صلاح عوض لي. انت كنت متوقع ان صلاح يعمل الستارت ده؟ انا كنت متوقع ان هو يجيب جول على الاقل، ان هو يجيب جول وهو كابتن. لكن ان هو طبعا بينالتيز، خلي بالك في التوقيت ده ان انت تخش وانت 3-3 بيلعبوا فرقه صعبه، وليدز فرقه كويسه جدا، ظهروا بشكل كويس جدا، ان هو يخش في الوقت ده ويحط البينالتي بالشكل ده، خلاص هو الثقه. غير 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 خلي بالك برضو في حاجات مهمه جدا، الناحيه الانسانيه، السليبريشن بتاعت مؤمن زكريا او احتفال بتاع مؤمن زكريا، ما برضو مرتبط بزمايله، ودي مسج ورساله مهمه جدا، ان انت مهما بتعلى في الحياه وبتعلى في الكوره، العلاقات الانسانيه والعلاقات الشخصيه هي اهم من اي حاجه. فكنت مبسوط جدا ان هو افتكر مؤمن زكريا. ممكن على فكره واحد تاني في الليفل اللي هو بيلعب فيه ده وبتاع يبقى طاير، يبقى ما عندوش اي مشكله ان هو خلاص انا بقى اجيب جون، ماليش دعوه بالناس اللي في مصر دي. لكن ارتباطه بزمايله دي، ده بالنسبه لي ساين ان هو بني ادم كويس، انسان كويس. هو اكيد لازم يكون انسان كويس عشان ربنا يديله بالشكل ده يعني. تمام، ربنا يعني في ناس كويسه كتير، بس مش لازم تبقى كويسه في الكوره زي ما هو. بصراحه هي عارف ايه اللي ميدو بيتكلم فيه كمان يا سيف، ان انت في الوقت ده بتلعب في الدوري الانجليزي والدنيا حواليك والثلاثه ثلاثه، وانك تفكر في مؤمن فكريا. يعني هي دي اللي عجبتني الصراحه. يعني انت فين ولا في، انت فين ولا في ايه يعني؟ انت مركز في الماتش، وبعدين خلي بالك هو افتكرها في الثالث، يعني ربنا الحمد لله جاب ثلاثه، انه هو في الاول وثاني وافتكر في التالت، فان هو دماغه تجيب مؤمن. ميدو قال دي علاقه انسانيه. ايوه ايوه، ما هو لذيذ يعني. بلاش علاقه نفيل. لا، وفي كذا كذا حاجه عملها برضو ايام الزمالك، برضو الدفاع الجوي كان عفوا، فرونتينا كان برضو حطها الزمالك، وقبليها الاهلي. فهو دايما هو صلاح انسان، هو ليه يعني. دي حاجات مهمه يبقى عنده. كابتن حازم انت خلي بالك، احنا لعبنا اهو، بطلنا واعتزلنا وبتاع. اهم حاجه اللي انت بتبقى لك في الكارير اللي انت لعبته فيه، الصداقات والعلاقات الشخصيه اللي انت بنيتها مع زمايلك الانسانيه، مع الناس. ايه دي اهم حاجه. صح، الناس زمايلك تبقى مبسوط بتحبك يعني. صلاح برضه هو اللي مفوقك طبعا.